هو دوركم مع الرعاة وكيف نتصرف معهم؟ وهل الحديث الذي يقال فيه شر الرعاة الحطمة هما صحة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فالعامة في هذا الزمن أصبحوا أتباع كل ما أعد ويتحكمون في أهل العلم، فالعامين ويحسن قراءة الفاتحة ويريد أن يسير أهل العلم على ما يهواه. نعم، إنه كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان على هذه الحالة، ولكنها أقل من القليل، فقد أتى بالخيسرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد اعطيني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. والآن خصوصا عندنا في ولاية سعدة مخيرون لا مخيرين، فالسنة انتشرت في اليمن وفي غير اليمن، وفي سعدة تأخرت بسبب الشيعيين والبعثيين والناصريين يدعون المخرفين الذين يدافعون عن دعاء غير الله والذين يتمسكون بعقيدة الكفار والذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يكون منهم من هو قاطع صلاة، ويكون من هو خمار، ويقف في وجهه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد تأخر سير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب هؤلاء المخذولين، ولكن بحمد الله قد حصل خير كبير. وهذا شأن العامة، والأمر تتمر الحقائق اليوم أو غدا أو بعد غد، فإن لم تظهر في الدنيا ظهرت في الآخرة، والحمد لله قد حصل خير كثير. كان في أول الأمر نصلي جمعة قدر 6 نفر، وبعدها الآن الحمد لله لا يسع هذا المسجد او ينتهي هذا المسجد، فخير كثير والسنة في طريقها، ولسنا نستغرب من وقوف المبتدعة في طريق السنة. فالمجتمع هنا له زيادة على 1000 سنة ولا يعرف الا اهل بيت كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ويعرف ايضا عليم خير البشر من ابى فقد كفر، ويعرف ايضا ان مدينه العلم وعلي بابها. فالاقبح من هذا، هذه احد موضوع اخواننا، اقبح من هذا اننا كنا ونحن صغار اذا راينا حجرا مفلوكا او جبلا مفلوكا يقولون هذا فلقه علي بن ابي طالب بسيفه. خرافات يا اخواننا، ضاعوا وضيعوا غيرهم، والحمد لله السنه في طريقها وما اخرها الا قله حاملها. اما حديث خير ما لا حديث شر الرعاء الحطمة فهو حديث صحيح، ومعناه ان الراعي
الذي هو الإمام أو الأمير أو الرئيس، إذا كان أحد من شعبه حطماء فهو يعتبر من شر الناس، والله المستعان. وليس شر الرعاء الحطماء كما كتبه الأخ السائل. نعم تفضل. نعم هو شر الرعاء الحضر الرعاء الحضر الحضر تعيد هذا الرعاء. نعم بسم الله.